قال أحمد بلبول أحد الشباب المصري المشاركين بالحوار الوطني إن الحوار الوطني يشهد مشاركة واسعة من كافة الأطياف. أضاف أن العمل الأهلي يشهد طفرة ملموسة في مصر في الفترة الأخيرة. العمل الأهلي دايما أنا يعني يمكن قلت جملة قبل كده كان في التلفزيون المصري برضو، قلت إن المجتمع المدني والعمل الأهلي هو اللي بيشيل المواطن أو بيشيل الدولة في وقت الأزمات. دايما الجملة دي، وقلنا إن المجتمع المدني هو دائما الانشغال بالمواطن وبأحواله. الفترة الأخيرة المجتمع المدني بيشهد يعني طفرة كبيرة جدا في العمل الأهلي. يمكن لسه في مارس كنا في مبادرة كتف في كتف اللي قدمت الحماية الاجتماعية لملايين من الأسر من خلال الدعم الخاص بالصناديق الغذائية. يمكن قبلها كمان كان في عدد من المبادرات الأخرى وأبرزها طبعا مبادرة حياة كريمة وتطوير الريف المصري. الجميع يلمس مبادرة حياة كريمة في الشارع المصري، الجميع يشعر بالتقدم اللي بتسعى إليه الدولة المصرية من خلال الزراع المعاون للحكومة المصرية وهو المجتمع المدني والعمل الأهلي في مصر.